مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، انتم متتبعي قناه جيل دي زد، مرحبا بكم من ما كنتم في عدد جديد ومتجدد من برنامجكم الثقافي الترفيهي دي زد مود، يطلع عليكم دائما بفقرات متنوعه. وفي اول فقره نهار اليوم حبينا نتعرفوا مع بعض على الاسباب الرئيسيه وراء مشاكل الميراث في الاسر الجزائريه. مشاهدينا ما تروحوش بعيد، ابقوا معنا. مرحبا بك معنا. مساء الخير، صباح الخير عليكم، واش راكم لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله يا ربي. موضوعنا نهار اليوم على الميراث، في رايك شنو هو السبب الرئيسي وراء هذه المشاكل اللي رانا نشوفوها في الاسر الجزائريه؟ سبب الميراث. على كل حال هذا الميراث هذايا نقدر نقول لكم تقريبا الشعب الجزائري كله اللي راه كما يقولوا اغطس في هذا البير وراه حصل. تروحي لدار الشرع تصيبي الخو مع الخو، راهم يتشارعوا الخو مع الخوت. اليوم الماده طغات على الناس، راهم ماديين، وشعب الجزائري معروف على المدى. الرسول صلى الله عليه وسلم هضرنا هذه الدنيا هدية، قالنا الدنيا اجعلوها في أيديكم ولا تجعلوها في قلوبكم، املكوها ولا تملكم، لا تجعلوها ربا فتجعلوك عبدا. اليوم رانا كما يقولوا سيدي زيسكلاف تاع الدنيا، وربي هذه الدنيا اللي راهم نقول لك واحد الكلمة، الناس راهي هبلت. ربي قال على الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، على بالك جناح بعوضة، ربي لو كان صاحب ماتل أكثر من هذايا قال جناح بعوضة. وحنا الدنيا قلنا باللي هذه هي دار الخلد ورانا كذا، والله غير يعني عشناها هذه تاع ضرب الورد، أنا عشتها وكذا منا. كاين ناس والله نقدر نقول لك تقريبا كاين اللي مرد والديه، وكاين تقريبا نقولوا قتلوا والديهم غير بسعف باش يورثوهم. وما داروا والو، ما خدموا على والديهم، ما طاعوا والديهم، ما والو، قاعدين غير يجريوا مور هذه الدنيا. واليوم نقول لك الحقيقه، رانا هذه عقوبه تاع ربي. لماذا؟ لاننا حنايا ولينا ماديين، ماديين، ولينا الدنيا هي اللي جعلناها باللي راح نعيشوا الى الابد، ونسينا الاخره، وربي راه يعاقب فينا، والله يجيب ساعه الخير. يقول لك يعرف الاخوه عند الميراث، وتعرف الزوجة عند فقر زوجها، ويعرف الزوج عند مرض زوجته. فوالا الميراث نقول نطرح ثلاث نقاط فقط. النقطة الأولى، هنا كاين عائلات جزائرية وين وصلوا بنات كي تتزوج الطفلة ينحوها من الميراث، يقول لك خلاص هي تزوجت عند راجلها يتوب. فوالا هذه نقطة يعني مثيرة جدا. النقطة الدوزيام، الخاوة يتفرقوا، تفرقت يعني تدمرت أسر بسبب الميراث، هذه يعني نقطة. فوالا ولات عداوات وقساحة القلوب. أكثر المشاكل الأسرية راهي بسبب قساحة القلوب، يعني قساحة القلوب، قساحوا وتفرقوا، ولا واحد ما يعرف خوه على جال كما نقولوا احنا الفاني، على جال الفاني. فوالا يعني والله المستعان، وربي يحنن القلوب. نقطة النقطة الثالثة نقول أنه هذه نقطة الميراث، الشرع يعني حدد، والقانون حدد بدقة، يعني كل واحد وكاين وين حالات وين يكون المتوفي، يعني رب نجوزوا الرحمة على كاع المتوفين، عنده ديون، تسمى لازم تخرج الديون تاعو قبل ما توزع التركة. هما لا يوزعوا التركة وما على بالهمش باللي المتوفي باباهم ولا يماهم ولا كذا باللي عندها ديون، راهم متورط بديون من جهة أخرى مع ناس واحد أخرين. يعني شوفي الدرجة الخطيرة اللي وصلنا لها في توزيع التركة، يعني يسعوا أنهم كل واحد يدي حقه. فوالا يقول لك أنا ندي حقي جو مونفو، يقدر يجوا ناس يقولهم فوالا باللي باباكم كان يسالني ولا يماكم كانت ساكده، إبا ما تحرواوش. انا واش نقول؟ يعني ما يأديوش الناس حقوقها، يحوسوا، ما يأديوش الناس حقوقهم، يحوسوا يوزعوا فقط التركه. كل واحد من الخاوه يقول لك نفسي نفسي، كل واحد يحب يدي هو يقول لك حقي وسيبو، وما على بالوش باللي الحقوق هذه الشرع والدين الاسلامي وزعها بالعدل، فصل فيها يعني بالعدل وفلوس. اكيد هذا مشكل يعني انتشر بقوه في المجتمع الجزائري خاصه في السنوات الاخيره، والسبب يرجع اساسا قضايا اخلاقيه، سوء التربيه، الابتعاد عن تعاليم الدين، لانه قضايا الميراث مذكوره في القران وفصل فيها ربي سبحانه في الكتاب نتاعو، ما خلاهاش الاجتهاد نتاع العلماء ولا الانبياء ولا حاجه. تقسيم الميراث ذكر ربي في القران ولا مجال فيه للنقاش، يعني كل شيء واضح فيه. وحتى في الجزائر حاليا في القوانين تاعنا، القانون الواحد اللي ماخوذ كليه من القران الكريم هو قانون الميراث. دونك ما في حتى نورمالمون اشكال باش توقع القسمه في الميراث، ولكن للاسف ربما نقولوا جهل بعض الناس ولا الجشع تاعهم ولا الطمع تاعهم هو اللي خلاهم نوعا ما
يحيدوا على الطريقه نتاع كيف تقسيم الميراث ويؤدي بهم الى مشاكل ومشاكل يعني وتروح حتى في بعض عاده للعداله والعداله عاده هي تفصل في القضايا هذه. شوفوا حتى هو دائما ما يكون سبب في التفكك الاسري يعني ياخذ ابعاد من اكيد اكيد يكون يعني يخلق مشاكل يكون حتى التفكك أسري يكون خلافات بين الإخوة بين الأشقاء بين الأبناء والوالدين تاعهم وعادة يعني هذه صراحة هذه لا مشاكل داخلة على المجتمع الجزائري بطبيعته مجتمع محافظ مجتمع عنده يعني أخلاق عنده تاريخ. الميراث لازم يتنقسم كما قال واحد الإمام قبل ما يدفن الميت فهمتي ودي بريفيرونس دي بريفيرونس الميت ما يخليش ميراث باش ما تنقسمش العائله باسكو دوك هذيك الورث هو اللي يقسم العائله ماشي العائله تقسم الورث يكونوا كامل لاباس غير ما يوقع غير ما يوقع الوفاه يدخلوا المشاكل تاع الميراث ومن بعدك تولي قطيعه تقدر تقولي ابديه في امر قطعه ارض ما حاجه خفيفه دراهم من سيني من سيني كثر الدار الدار هي المشكل الكبير كاين بزاف كاين بنات تشردوا ولو ما عندهمش خاوه رجاله متزوجو داروا ديور بناتهم مزوجين ثاني كيف عند رجالتهم دايرين ديور تقعد الدار تاع العائله نورمالمون هي من الحق في الشرع هي شرعا تقدر تتباع الدار هذيك والخاوه يقسموا الميراث بصح من المستحسن حنا فينا في الجزائر دائما عندنا كيما نقولوا عقليه عكسيه سلبيه فهمتيني يقدروا الطفله هذه دنيا بالك لو كانت طفله تتلق وين تروح من بعداتك؟ تروح تسكن مع خاوتها؟ أنا نعرف المشاكل العائلية وش كاين كامل. كل واحد يحاول يراعي ظروفه. كل واحد يراعي ظروفه، كل واحد يشوف واش يخرج عليه، ما كاينش اللي يشوف عليه واش يخرج على أخوه، ولا على واش كاين على ولد عمه ولا. كل واحد يخمم على روحه واش يخرج. يعطيك الصحة، هو في الدين باين، أمر الميراث باين، بصح صعيب شوية، كيما نقولوا الدار من حق الخاوة كامل يبيعوا، ما ملو كان يكون واحد ما حبش يبيع، لازم تباع الدار، ثم يولي هو يعطيك الصحة. ما يسيني وزوج ولا تروح الدار في لي زونجير صارت لنا ليك هكذايا في حومتنا شفناهم واحد ما حبش يسيني راح الدار لي زونجير الدار تاع زوج ملايير تباعت ب 400 مليون اولي يدو 400 مليون لواحد يدو الصرف هذاك اللي قعد فهمتي وشنو الميراث حاجه صعيبه بزاف تزاهر سوجي بزاف واعر كما يقول لك غير ما يدخل في سوجي تاع الميراث يبداو يتقلبوا الوجوه. ما هي اعلى شلالات في العالم؟ شلالات على ما اظن شلالات نياغارا في كندا في فنزويلا. فنزويلا صراحه ما عنديش اجابه نعرف ان نياغارا شلالات نياغارا كبيره مي فنزويلا ما على بالي صح نعطيك ثلاث احتمالات وقول لي قول لك شلالات انجل ولا شلالات فيكتوريا ولا شلالات اوزود. بون فيكتوريا لا اظن فيكتوريا في افريقيا في نتاع البحيره اللي تخرج منها النيل وشنو الاقتراحين الثانيين شلالات انجل ولا شلالات اوزود. ربما أوزون ربما من بلاد الله أعلم مش من بلاد وما هي الأعلى شلالات تعرف الاسم تاعها واش من بلاد الأرجنتين الله أعلم جاية في فنزويلا نيكاراغوا ما هي أعلى شلالات في العالم واش معناتها كاع شلالات لي كاسكاد شلالات كبار كامل في العالم ما رانيش مانيش شايف راي في العالم كاع كبار كاع كبار كاع كبار عندكش فكره وما جايين في فنزويلا ما عنديش فكره والله ما عندي فكره ما هي اعلى شلالات في العالم؟ شوفي القمم نعرف قمه ايفرست شلالات والله الله اعلم صح نعطيك احتمالات وحاولي خيري قولك شلالات انجل في فنزويلا ولا شلالات فيكتوريا ولا شلالات أوزود في المغرب فيكتوريا هذول احتمالين شلالات أنجل ولا شلالات أنجل متأكدة هي إجابة صحيحة شلالات أنجل في فنزويلا تعتبر أعلى شلالات في العالم شيء إذا أكلت نصفه تموت فما هو؟
لغز هذا واعر. هنا نقدر نقول لك السر راهو في الكلمه. في الكلمه اكيد، انا راه التفكير تاعي ديال لكم الكلمه. يعني الكلمه هذه كي تنطقها نص راهي سبب في وفاه الانسان. يعني شيء يؤكل تاخذ منه نصف من الكلمه راح يكون شيء في سبب وفاه الانسان. اكيد اكيد، انا التفكير تاعي اكيد الحل هو في الكلمه، نقسموا الكلمه الاثنين نلقاو الجواب. ما صراحه ما راح نقول لك شيء من البقوليات. شيء هذا يؤكل من البقوليات. لا اكلت نصفه ما صراحه كاين حاجه اخرى نستعملوها مما يعني نستعملوها في الخبز من غير السانوج. ما عنديش صراحه، ما عنديش عليها فكره. انسان لسانك هو السر راهو في الكلمه. تسمى الكلمه هذاك الشيء النصف تاعها يسبب موت الانسان. النصف تاع هذيك الكلمه وشيء يؤكل ومن البقوليات شيء نصف النصف تاع الكلمه هذه هو شيء يسبب موت الانسان ومن البقوليات كما سانوج كما ما لقيتهاش. من البقوليات كما سانوج، سانوج يستعملوه في الخبز. كاين شيء اخر سناء المكي. شو شيء اخر يقدروا يستعملوه في الخبز في الخبز من غير السانوج؟ كاين حبه حلاوه، كاين الجلجلان. الجلجلان كيفاش نقولوا الجلجلان؟ السمسم، حبات السمسم. النصف تاعو السم. السم. اذا اكلت نصفه تموت. انا على حسابي سمسم. صحيح ولا؟ راك سيغ؟ متاكد؟ انا راني متاكد وربي عالم. هي إجابة صحيحة، يعني السمسم نصف تاعو السم، السم هو شيء يقتل الإنسان. أعزائي المشاهدين كما شفتم وشاهدتم معنا كانت هذه أجوبتنا عنها اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتم واستفدتم معنا، خاصة مع اليوم نقول لكم استنونا في عدد جديد، سلام.